ثلاثة أنا بعرفكوا ليه؟ على أساس تبقى أنت عارف عملتك اللي معاك دي تعمل فلوس قد إيه؟ ما تروحش بعيد برضه وتقول له أنا معايا ربع جنيه يعمل 100 جنيه 200 جنيه، ليه يعني ليه ليه؟ لا يمكن، أنت لو نزلت السوق لو نزلت لحد تبيعه هيضحك عليك، هيقول لك أنت بتقول إيه ده ربع جنيه؟ ما هو مش نادر، موجود كتير منه، معمول منه 40 مليون قطعة، يعني أنت عايز إيه؟ لسه قريب خالص، فمش هنضحك على بعض ونقول 1993 ده موجود وموجود كتير بكثره كتيره جدا، هيعمل ايه يعني 4 جنيه 3 جنيه اذا زاد قوي 5 جنيه، اذا عرضته على موقع ممكن تعرضه ب 20 جنيه، في منه ممكن يوصل ل 150 جنيه، بس هي الاخطاء والكلام ده وحسب حاله العمله، عمله انصر وبتاع وكلام من ده بيجيب، انما في تواريخ معينه يا جماعه نعرفها دلوقتي، واللي هنعرف دلوقتي التاريخ ايه اللي مطلوب منه بالظبط ويعمل فلوس كتير، تمام؟ من الربع جنيه ده هو المخروج، بس مش 93، يعني 93 ده موجود مع الكل وما يعملش فلوس، عشان ما نقولش اضحك عليكم في حاجه، انا قلت هجيب لكم كل الاسعار والحقيقه بس، وممكن السعر يغلى بكره، انزل لك فيديو تاني واقول لك السعر غلى وبقى بكذا، يعني اطمن كل شيء هجيبه لك باذن الله. الربع جنيه ده منه اصدارات، هو اصدار بس ايه كان موجود منه اللي هو المشرشر اللي فوق اللي في الصوره دي زي ما انتم شايفين، المشرشره واسعه شويه في الاولانيه، الثانيه ضاقت شويه، يعني ايه زي ما تقول سبع مشرشرة بقت ايه مثلا 10 بقت مثلا 12 كده، اللي هو الحز بتاعه ده مشرشر، حتى تلاحظها في الاسهم تحت موضحة اكتر، اللي هو كبير صغير صغير، وهي واضحة كتير هي في السمك بتاع العمر. فال 25 قرش دي يعني مش هتعمل، يعني في منها اخطاء كتيرة بتعمل فلوس وتواريخها اقولها لكم دلوقتي ايه اللي بيعمل فيها فلوس، يعني ده خطأ، ما هو الحز بتاعه مش موجود، يعني شوف العمله مترحله قد ايه، مش موجوده خالص، الاطار بتاعه مش موجود، فدي يد يعني معلش تعمل فلوس، بس برضه مش هنقول ان هي تعمل فلوس كتيره لان مش عمله قديمه قوي، العمله يا جماعه لو قديمه وندرت هتعمل فلوس، وحتى لو حديثه برضه فيها خطا زي دي تعمل فلوس، يعني دي مثلا ممكن تعمل 150 جنيه، ممكن تعمل 100 جنيه 200 جنيه، ممكن هاوي ياخدها منك لانه بيحب العملات دي، والناس دي بتحب العملات اللي هي مميزه شويه فيها اخطاء زي دي بيحتفظوا بيها ويحبوها، ممكن ياخدها منك ب 200 جنيه، ممكن ياخدها ب 250 جنيه، وربع جنيه يعني معلش ما يسواش حاجه، تمام؟ وده ربع جنيه واحد من الاصدقاء بعته لي برضه في زياده اهوت في الحلقه بتاعت الربع جنيه، موجوده زياده في الحديد بتاعه، وده كان منه موجود منه ممغنط وغير ممغنط، اللي هو ما بيلقطش بالمغناطيس يا جماعه بيعمل فلوس كتير شويه، يعني ممكن مثلا يوصل 40 50 جنيه يعني، انما يعني وممكن يقل. فعندك بقى التاريخ اللي هو المطلوب بقى النادر الشحيح اللي هو 1992، ده العمله دي بقى اللي ممكن ايه يعني نادره شويه، دي لو معاك يعني مش هقول لك ممكن دي تعمل يعني توصل مثلا ل 3000 جنيه، ممكن توصل 4000 جنيه واكتر، ممكن توصل 5000 جنيه بدون اي عيوب من اي نوع نهائي في العمله. وبنقول النوادر دي اللي بتعمل فلوس كتير لان ده حسب العرض والطلب وده قانون السوق، العمله اما تكون كتيره بتقل في السعر، وما تكون قليله وشحيحه بيزيد كتير في سعرها طبعا. فده طبعا شحيح ونادر ومش موجود اللي هو 1992، ده بيعمل الوفات يا جماعه، وبنشوف اماكن او مواقع واسواق وجروبات اللي هي لبيع العملات والانتيكات والتحف، ممكن تعرض على سوق اوليكس، ممكن تعرض على السوق المفتوح، ممكن تعرض على كام بكام وعلي بابا وامازون، في سوق في القاهره سوق ديانه بجوار سينما ديانه وسط البلد، تقاطع شارع عماد الدين مع شارع 26 يوليو خلف بنك فيصل الاسلامي، دي كل يوم سبت من 10 صباحا حتى 5 مساء، في الاسكندريه كافيه صيام محطه مصر كل يوم 4 من 10 صباحا حتى 5 مساء، في 18 شارع ابن عثمان ميدان صلاح مصر الجديد، في شارع طلخة متفرع من صلاح الدين هايبر نجمة هليوبوليس. لو انت مش من القاهرة او من الاسكندرية ممكن تتعامل عن طرق شركات الشحن، التسليم مقابل الاستلام، يعني الشركة تسلم البند تستلم الفلوس وللشحن واجه بحري ممكن تكتب في جوجل اسم شركة فصل للشحن، ولو واجه ابلي ممكن تكتب شركة رابيدو للشحن. اعتقد كده مفيش اي حاجة انت محتاجها في العملات القديمة وتسأل عنها او تروح تبيع فين او تعرض فين او الكلام من ده كله، اتبع الكلام ده كله وانت هتبيع عملتك بسهولة جدا، تمام؟ غير كده مش هتبيع. في جروب برضه فيكتوريا سجل عليه، وفي جروب تاني بيشتروا تحت منه هو تسجل عليه، وقف الفيديو وشوف، وفي جروبين تانيين للتقييم وللبيع المباشر وبيقع